السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض ترامبل كونكت. شوفنا في الفيديو اللي فات ازاي نعمل المشروع. دلوقتي نبدأ نتكلم على القائمة ديت. عندي هنا جزء خاص بالداتا، وعندي اكتيفيتي. دي كل ما بتعمل حاجة بتبدأ تسجل هنا، حتى لو غيرت حرف واحد. هنا المهام، هنا الفريق، هنا الاعدادات. طيب هنيجي هنا عند الداتا، وهنبدأ مع اول حاجة اللي هي اكسبلور. فبيقول لك انت محتاج ان انت تنشئ فولدر، نيو فولدر، او محتاج ان انت داونلود سينك، تحمل الملف عندك على الجهاز بحيث ان انت تبقى شغال من على الديسكتوب او ماب ورك سبيس او سكتش اب موديل. طيب نيو فولدر، هنبدا نعمل موديل اول ورك ان بروجرس. زي ما الكود بيقول لي الاسم غلط. طيب ممكن عشان المسافات. طيب كان في مسافة في الآخر فهو كان مضطر عليه. طيب الفولدر ده ممكن ندخل جواه، وممكن نبدأ نعمل ادز لحاجة create 3D model او create map workspace زي اللي فاتوا، او ابلود فايل، تقدر ترفع فايل معين. طيب خلينا نقول له مثلا ابلود فايل. عندك هنا دراج اند دروب، تسحب او براوس، ونبدا بقى نختار اول. انا عايز فولدر بيم. وهقول له رتبهم لي بالتايب. خلينا ناخد مثلا الملف من ملفات ال IFC، يكون صغير شوية. طيب أنا اخترت دوت، بيتعمل له أبلود بالشكل دوت أهو. طيب لو انا دوست عليه بيبدا بقى يجيب لي عايز تعمل فيو لي، او عايز تشيره مع الناس، او عايز تعمل له داونلود، او عايز تعمل له موف تو تحطه فولدر تاني، او تعمل له ديليت، او تشوف الاكتيفيتي بتاعته مين اللي عدل عليه وكده، او ممكن تقول له اد القائمه اللي هي تو دو. تمام، ممكن اقول له تشيك ديسكريبشن مين اللي هيعمل الحاجه ديت، البريوريتي بتاعتها، الديت المفروض تتعمل امتى. سيلكت ايتم، تختار بقى العنصر. الديسكريبشن مطلوب، ولو في حاجة موجودة بتحطها هنا، لو لسه أول مرة بنختار من هنا بالشكل دوت. لو دوست على الملف هيبدأ يتفتح قدامك بحيث ان انت تقدر تشوف الملف. سيري دي فيور اهو. هيبدأ يظهر لك الملف، وفيه أدوات سهلة جدا وبسيطة إن شاء الله نبقى نتكلم عنها بالتفصيل في الدروس القادمة بإذن الله. طيب لو رجعنا هنا وقلت له أنا عايز اكسبلور، ممكن أجي هنا من اد وأقول له كريت فولدر أو كريت 3D موديل. فتح لك السكتش اب. السكتش اب الاول كان تبع جوجل، دلوقتي بقى تبع شركة ترمبل، اشترته. فبقول له يا عم انا موافق، ظهر لك وهتلاقي كل الادوات اللي انت ممكن تحتاجها
ولاحظ ان هو اونلاين، فانت مش محتاج ان انت تسطب اي حاجه. ممكن اقول له طب انا عايز اعمل كرييت ماب ورك سبيس، فبيفتح لك خريطه قويه جدا تقدر تحدد منها مكان المشروع بتاعك. بيقول لك دخل الماب ورك سبيس مثلا ماي هاوس، بيقول لك بقى حدد المكان. فانت ممكن تكتب العنوان هنا مثلا كايرو وتدوس انتر، هو بيقول لك انت عايز انا كايرو، فبقول له كايرو ايجيبت اهوت، وبعد كده تقول له نكست. خلاص هو كده خزن الحاجة. بيقول لك بقى السيستم تشتغل بقى سيستم الزون وحدة القياس وهكذا، فأقول له دان. خلاص هيعمل لي بقى ملف ويسجله عندي في الفولدر بتاعي كمعلومة خاصة بالمشروع. أو بيقول لك إن الخريطة أنشئت. الموجودة هيت الملف. تقدر تعمل كريت فولدر آخر، أو ممكن تعمل 3D موديل، أو تقول له أبلود فايل وهكذا. ممكن من هنا تدي بريميشن تصريح مين اللي من حقه إن هو يعدل في الملف دوت فول أكسس أو ريد أون أكسس، وتبدأ تكتب اسم الشخص اللي أنت عايز تديله الأكسس دوت. ممكن تشوف الملفات بالشكل دوت أو تشوفها بصورة كبيرة زي كده. ممكن تعمل سيلكت هنا فيبدأ يجيب لك معلومات. تقدر تقول له أنا عايز أعمل فيو أو تعمل داونلود أو تعمل شير مع أطراف المشروع، وممكن تصدر الحاجات للإكسل أو تضيف تاج على أساس تلاقي صورة في إن أنت تقدر تلاقيها بسهولة. تمام، ممكن تعمل تشيك إن أو تشيك أوت بحيث إن خلاص دي محدش يقدر يعدل فيها غيرك. أقول له تشيك أوت تمام، بحيث إن أي حد يجي يعدل فيها يقول له لأ خلي بالك مش هينفع يعدل فيها، هتلاقيها مقفولة، أنت بس من حقك إن أنت تعدل فيها. خلصت تعديل هتقول له لأ خلاص تشيك إن.